كابتن عبد الجليل، مين على الدكه انت بتقول انه يعني ده في اي موقف هيحصل ده هيبقى ستاند باي كولر لازم هينزله؟ قفشه. قفشه واضح. طب انا ممكن اقول لك الدك يعني انا عندك قفشه زي ما انت قلت، عندك ياسر ابراهيم، عندك محمود متولي، عندك اليو ديانج، عندك رضا سليم، عندك كهربا، عندك الشناوي طبعا، مودست، عندك احمد عبد القادر، كل دول تمام التمام. بس انت الماتش ده في وقت هتحتاج فيه قفشه، هو اداله هناك كمان اخر ربع ساعه وقفشه اجت في الحته دي، وممكن ما احتاجوش هنا. يعني لو خلصت قفلت الشوط الاول، لا لو خلص اتنين سؤال، لا خلاص بقى ديانج وكوكا وضلم الليله وخلص، ومش محتاج تفتح لعب ولا تلعب يعني، او لم الكراسي ونزل اللمط بس كده. بكلمك بجد، ما ده نهائي. انما انت في اوقات، ما انا قصدي كده يعني، هو هيبقى ورقه معاه ده، هو جريء قوي هناك ان لاعب قفش اخر 10 دقائق ممكن. ايوه ممكن يغير وينج بتاع، لكن ما يغيرش في نص الملعب. ممكن يعني ممكن لو ناجي يخرجها وينزل، وممكن يدي طاهر يعني، طاهر في الماتشات دي بيدافع يعني. هو فعلا احتياج الماتش ايه؟ بس لو عصرجت شويه على حسب نتيجه الشوط الاولاني. انت بتقول قفشه هينزل، قفشه، لان لو ما قدر الله النتيجه في الشوط الاولاني 1-0 او 0-0، هتلاقيه يعني لو 1-0 برضه هيصبر عليه شويه، هيصبر شويه، برافو عليك. انما النتيجه لسه مقفله ومفاتيح اللعب مقفول عليها، واللي وناج مش عارفه، هيضطر يغير ان قفشه التمرير بقى ايه من العمق، وده اللي في الغالب لو الترجي فتح شويه، ولو فتح شويه التمرير ده لوسام لانه سريع، لحسين، لبرستاو في العمق، ده هتعمل مشكله للترجي ان شاء الله. كابتن احمد عيد، هل ممكن احمد عبد القادر يكون له دور في الماتش ده؟ او انت متوقع؟ اصلا عندي احساس ان هيبقى له دور في الماتش ده. هو لو الماتش معقرب برضه زي ما تقول، الاهلي محتاج يكسب. و يعني لو انت عندك تغيير توينج وعندك عبد القادر ورضا سليم، هتنزل مين؟ دلوقتي هلاعب برضا سليم. هتنزل برضا سليم؟ ليه بقى؟ هو اقرب، انا شايف اللي هو عشان السرعات ولا عشان هو رجليه في الملعب عبد القادر؟ الاثنين عندهم سرعات، والاثنين في الحاجات واحد على واحد. عبد القادر ما غابش كتير، خد بالك عبد القادر غاب ماتشين بس. ماشي، ما انا غاب ماتشين بس برضه رضا اقرب يعني، رجله والاكتف شويه اكتر، صح زي ما وكمان يعني مش يعني هو اكتر مشاركه برضه يعتبر السنه دي من عبد القادر كتير، وبيتهيألي الراجل برضه ما بيجيبش حد من بعيد. هي نفس الفكره، ما بيجيبش حد من بعيد يلعبه يعني. فبقول اللي هو هيبقى اقرب واحد لرضا سليم اللي ممكن يلعب. وانا انا في حته قفشه ديت، انا بقول ان ممكن ان على اي وضع قفشه هيلعب. كسبان انه ممكن يبدا بيه الماتش، كسبان، متعادل، خسران، اي وضع التعادل نزله اخر اي وضع هو هيلعب قفشه. بس التوقيت ما انت برضه، ما انا لو كسبان اتنين انا بقول لك في اي وقت ممكن العب قفشه اخر 10 دقائق، هو اخر ما هو اخر 10 دقائق ليه؟ عشان هو بيعرف يعمل الاستحواذ ويقف ويتقل على الناس ومش محتاج وقت، والفرقه تطلع وانت طالع بمرتده تلاقيه هو وقف، راح مرجع الفرقه الثانيه كلها تحت، ويبدا يعمل استحواذ على الكوره. وحسب ما شفت اكتر واحد يقدر يهدي الريتم بشكل كبير كمان اكتر من امام. امام لعبه على طول اكتف على الحته اللي قدام، لكن هو يعمل الريتم ويمسك الكوره ويعطل اللعب والحاجات دي كلها. طب دكتور وليد، احنا ممكن نشوف مودست في الماتش ده؟ انت ما هنختم الحلقه حلو، كنت نهزر، هنقفل التلفزيون. قلنا انت مش قلت هقفل التلفزيون؟ ممكن والله، حط في التلفزيون على طول، احول على ممكن والله يعني، لو تبديل التضييع وقت ممكن كده في الدقيقه، خلينا نقول الاهلي كسبان 3 وقت والنبي الاهلي كسبان 3-0 كده عادي، ممكن نتقبلها. محتاج يكسب. لا لو محتاج يكسب ينزل كهربا، لو محتاج يكسب وفرقه واقفه بتدافع لك ورا في ال 18. ما هو لو فرقه، بص، واقفه في ال 18 بتاعنا، اصل لو هيدر، ما هو وسام بيلعب يعني، لو واقفه وسام بيلعب براسه، لو واقفه في ال 18 يعني بتاعنا، هو في سيناريو برضه تاني ايه يعني، الامور تبقى 0-0 والترجي مطرود منه واحد. لا هو عشان مودست يلعب، بيقول لك ايه، ده في اربع باكات، الاربع باكات بتوع الترجي بتردوا. احمد، في اهلاويه كتير بيقابلوني بعد ما كل ما حد يقول لي تصدق كابتن مودست هو اللي هيخلص الليله؟ يا جماعه انتوا مالكم في الثقه؟ انت دبت الروح قوي كده، مش عارف، يقول لك هو اللي هيجيب الجول. قلت لك سامسون اللي هيجيب الجول.
سامسونج خد استماره 6 خلاص. بلغوه رسمي سامسونج. ما خلاص يا كابتن. ونضاي استماره 6 رسمي وموديست خلاص الماتش ده هيخلص. ما اعتقدش ان الكابتن خطيب هيستنى لتاني يوم. يعني ده موديست لو رفع الكاس يعني يبقى تبقى بيضاله في الاخر. هو رفع الكاس من ساعه ما جه امه دعياله قتلت بطولات والله العظيم وميداليه برونزيه كاس عالم والله ما ياخد افريقيا وميداليه كاس عالم وخد كاس مصر. صدق الراجل بتاع فرنسا ده ما عندوش ذنب بجد. انا نسيت البطولات. خد سوبر خد كاس مصر مع الزمالك وخد سوبر في الامارات ولعب كاس عالم وهياخد اهو كمان ان شاء الله كاس افريقيا. يا نهار ابيض لو بيحتفل كويس على الانستجرام. لا بس تصدق يعني مدرب فرنسا مش جدع بقى كده ما خدوش في القايمه بعد الانجازات دي. تخيل خد عليه امبابي بس. تخيل خد جيروم امبابي ده في قايمه فرنسا وموديست لا. هي الكوسه دي اللي ضيعت فرنسا في كاس العالم. الكوسه دي ضيعت فرنسا عشان قليل المشاركه بس. طب قول لي كهربا هيبقى ليه دور في الماتش ده؟ اعتقد يعني بص في اسامي لو يعني موجوده على الدكه. قفشه طبعا انا متفق مع كابتن عيد والكباتن اكتر لاعب بيدي للاهلي استحواذ في وسط الملعب. يعني امام عاشور لعيب كوير بس ما بيقفش على الكوره كتير ويستنى ويوزع لعب. قفشه مجرد نزوله الماتش اللي فات خلى استحواذ الاهلي في الفتره اللي نزل فيها في الشوط الثاني اعلى من الترجي مع ان كان العكس لحد قبل نزوله. ومع ان الاهلي المفترض بيدافع بره بس نزوله خلى الاهلي يدافع احسن. ليه؟ لانه بيقف على الكوره بيحرم الترجي من الكوره وبيوزع لعبه. كان ممكن جدا الاهلي يهدف لما قفشه نزل. فانا بتفق مع كابتن عيد انه قفشه سواء الاهلي لا قدر الله يعني لسه ما سجلش او الاهلي مسجل وكسبان قفشه ليه دور في الملعب. رضا سليم وعبد القادر هو دايما كولر لما بيحب يغير بيغير الاجنحه لانه دايما هو عنده الاجنحه الاربع جناحات او الخمس جناحات اللي معاه كلهم قريبين من بعض. فهو بس بيبقى تطوير لعب لان طريقه لعب عبد القادر غير حسين الشحات وطريقه لعب رضا سليم غير بيرسي تاو. فانت في الاخر عندك اثنين تقال لعيبه كبيره وطريقه لعب مختلفه فانت برضو بتعمل مفاجاه ومباغته للخصم. الاستاذ محمد بيقول لك ان ممكن يبتدي على حساب مين لو قفشه اللي هو مين؟ في ناس بتقول كده. ايوه على حساب مين مثلا؟ واحد من الاثنين اللي في نص الملعب اكرم يا مروان. ان الراجل يحط واحد بس ارتكاز لان هو الترجي هيطير وقفشه هيطير. هو في ناس وجهه نظره من الترجي مش فرقه بتهاجم ولا بتزيد هو كده كده هيعمل زون ديفنس. دي وجهه نظر طبعا. انتوا فاهمين الزياده دي وبدا بيطلع من تحت وبيبقى تكتيك معايا وتلاقيه مره واحده راح. فدي عايزه نص الملعب بالعكس. انت لما بتدافع صح بتهاجم صح. بالظبط بتطلع بالكره صح طبعا. انا بس التحذير للاهلي الجبهه اليمين الدفاعيه اللي فيها هاني ورامي ربيعه انا محتاج شويه هارموني بين الاثنين. يعني التفاهم بين الاثنين مهم في اليوم ده ما بين رامي ربيعه ومحمد هاني علشان بس الاهلي يبقى حاجه. هاني ما يتعصبش. ما انا بقول لك الشوط الاولاني هناك كان متعصب شويه الشوط الثاني بقى هايل. هي المشكله الاولاني شويه كان متعصب ما اعرفش لو خد انذار برده غريب لما راح زق الواد. فاكر انت الانذار ده ما كانش له ده كان ممكن يطرده اول 10 دقايق اصل غشه ده قعد يعمل له كده وعمل له كده. فايه هاني لعيب كبير فضايقه. ايوه ما هو انت لعيب كبير لما تحس ان واحد زي علي برضو الراجل اللي ناحيه اليمين ده قعد يعمل له شويه كده. علي لو واقف على حيله لا مش هيعمل حاجه. فهاني نفس الكلام يعني هاني لعب على وينج ليفت بس ريال مدريد بس الشوط الثاني هاني اتظبط لما جد. هدي انا قصدي كده. ايوه ما يتعصبش بس اهم حاجه دي مشكله. ما هي دي هي المشكله ان الاثنين رامي ربيعه ومحمد هاني عندهم حته النرف دي عاليه شويه فلازم يكون في هدوء وتفاهم ما بين الاثنين لانه عبد المنعم لا عبد المنعم بالعكس عبد المنعم راسي بس عبد المنعم احيانا بيحب يزود الكرة شويه. كان عمل فورتين ثلاثه ورا بعض. كابتن سيد معوض قال لك الماتش ده لا فيه يزود لا دي ما فيهاش طبعا دي ما فيهاش ولا في ما فيهاش هزار ما فيهاش ده فاينل خلاص. فلازم يكون في بس تركيز في الحته دي. طيب